يمكن يا كابتن سلعاوي احمد اسماعيل احنا ايدينا وجعتنا بالسيف. لا احنا نقدر نقول برضو ان الف الف مبروك للنادي الاهلي، مجلس اداره، جمهور، نشاط رياضي، لعيبه، كل هي الثلاثيه هي يا كابتن احنا النهارده وحضرتك بتتكلم كل المحيطين بكره السله في النادي الاهلي تعبتوا صبرتوا، ربنا يعني اعطاكم في الاخر. ان شاء الله نقفل على الصفحه دي ونبدا نفكر في الدوري العام اللي هو لازم يخش بقى الدولاب بتاعنا. نقول اتحاد سكرداري هارد لك، فرقه كبيره، فرقه محترمه، اديتي، لكن هو الفيصل ما بين الاهلي واتحاد الروح. الروح هي السبب الرئيسي، التمسك بالمكسب حتى النهايه. الروح كمان، الروح كانت قويه جدا جدا حتى في الخساره. لما كنا خسرانين 7 بونت و11 بونت قدرنا نرجع للجيم. الاصرار، العزيمه هي السبب من اسباب المكسب النهارده. ما نقدرش ننسى الدور المدير الفني طبعا، مجهوده كبير ومجهوده واضح. وما نقدرش ننسى برضو الجهاز المساعد، احمد الجارحي ورامي. احمد الجارحي دوت ولاده كلهم تقريبا الزوج، عشان كده هو فرحته زياده شويه. صحيح. لكن الكل اشتغل، الكل عمل، دي ثمار المكسب. حلو المكسب بيجيب مكسب، وده اللي كان ناقص الفرقه دي.